السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، اليوم إن شاء الله راح نرسم العيون والأنف إضافة إلى الفم، وراح أعرفكم على الأدوات اللي بستخدمها في الرسم. بداية خلونا نصلي على حبيبنا النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد. أصدقائي، الأدوات اللي بستخدمهم واللي غالبا راح تحتاجوهم في الرسم أقلام فيبر كاستل، وبستخدم ورق فابريانو أو كانسون، وأقلام الدمج، وأعواد قطن، وفرشاة ناعمة. ممكن حاليا تتساءلوا ليش أنا ما حددت الخط الخارجي للعين اللي هو الأوتلاين بدرجة غامقة. الأفضل في التحديد إنه يكون بدرجة فاتحة، ولكن في التفاصيل في النهاية أنا بغمق هذا الخط. استخدمت في تضليل عدسة العين قلم 6B و2B وB. قلم الدمج هذا بيساعدني كتير في تسييح الرصاص وتنعيم الرصاص، إضافة إلى تضليل بعض الأماكن اللي بتكون ناعمة جدا، فما بتتطلب إني أضللها باستخدام القلم. وعود القطن أيضا جيد في تنعيم الرصاص. لاحظوا حاليا أنا برسم للرموش باستخدام قلم أسنان 05، وهو ممتاز أيضا في رسم الشعر. ومن الضروري جدا كمان إنك تركز باتجاه الشعر، سواء كان بالرموش أو بالحاجب. وأيضا بحاول أرسم الرمش شعرة شعرة، وهذا أفضل شيء حتى يكون واضح وفي تفاصيل واضحة. ممكن حاليا البعض منكم بتسأل شو المسافة اللي كانت بين كل عين والثانية. أنا رسمت فري هاند يعني بدون تحديد النسب، ولكن من الأمام الوجه من الأمام بيكون المسافة غالبا بين العين والثانية هي عين، بمعنى المسافة بتكون بمقدار عين. بستخدم هاي المحاية المعجونة في تخفيف التضليل من بعض الأماكن، وأيضا في بعض الأماكن اللي بكون فيها تفاصيل ولمعة. والآن في رسم الحاجب برسم شعرة شعرة. من الضروري جدا أيضا إنك تعرف اتجاه الشعر في الحاجب، وهذا أهم شيء. ومن ثم بستخدم الفرشاة الناعمة للتنعيم. بتلاحظوا في تضليل للأنف، أول شيء عملت طبقة بقلم الدمج وبعود القطن، وهذا أفضل. ومن ثم أبدأ أعمل طبقات ثانية باستخدام القلم. الأماكن اللي فيها تفاصيل صغيرة بستخدم قلم أسنان 05، هو بيساعدني كتير بصراحة في رسم التفاصيل، وأنا بعتمد عليه بشكل كبير في الرسم بشكل عام. اللمعة بتعملها باستخدام ممحاة منظرة أو باستخدام الممحاة المعجونة، وهذا أفضل من استخدام قلم جل الأبيض. درجات الرصاص اللي بستخدمها في تضليل الفم 4B 6B وأيضا درجة B و2B. الأماكن الداكنة بستخدم قلم 6B، والتفاصيل الصغيرة بستخدم قلم أسنان 05. في الدمج والتسييح بستخدم عود القطن أو قلم الدمج، وبعض الأماكن بستخدم الفرشة الناعمة.
وبهيك أصدقائي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا. لا تنسوا تعملوا اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم إشعار كل جديد. شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء.